صباح الخير كلارا لإلك ولجميع المشاهدين. بالفعل كما ذكرت غادر منذ بعض الوقت الوفد الذي وصل إلى هنا إلى وزارة التربية وفد اللقاء الديمقراطي برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جمرات وحضور عدد من الوزراء أمثال النائب أكرم شهيب ووائل أبو فعور إلى وزير التربية حيث عقد هذا اللقاء هنا. وغادر الوفد دون الإدلاء بأي تصريح وذلك في إطار المتابعة لآخر المستجدات على الساحة التربوية خصوصا بعد الجلسة الحكومية وآخر ما أقره مجلس الوزراء في الشأن التربوي الذي كان له الحصة الأبرز من الجلسة الماضية. إلى جانبي في هذه اللحظات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للحديث أكثر عن ما سيحدث أو ما هو مستقبل العام الدراسي ومستقبل إعادة فتح المدارس خصوصا بعد المقررات التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. صباح الخير معاليك وشكرا لاستضافتك. الكل عم يسأل من بعد الجلسة التي حصلت بالأسبوع الماضي ما هي أبرز المعطيات؟ هل هناك أمل الآن بأن تعيد المدارس وتفتح أبوابها؟ أيضا موضوع الامتحانات الرسمية وبشأن غد يوم 14 من شباط ماذا سيكون قرار وزارة التربية؟ نحن كنا أطلقنا دعوة للبدء باستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الأربعاء، واليوم دعينا كل المدراء يفتحوا بالمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية للقيام بالأعمال الإدارية والتحضيرية. تابعت اليوم أنا هالموضوع، في مدارس فتحت وفي مدارس استقبل التلاميذ وفي مدارس عم تسدي التعليم بشكل طبيعي وفي مدارس لا. طبعا زيارة اللقاء الديمقراطي لإلي هي زيارة متابعة للقضايا المستجدة والاتصالات اللي عم تصير مع الروابط، لأنه الهم مشترك بيني وبينهم بأنه نعيد التلاميذ إلى الصفوف والأساتذة والمعلمين بجميع المسميات يرجعوا يبلشوا عام دراسي، لأنه الخسارة اللي وقعوا فيها التلاميذ خسارة كبرى إذا استمر التوقف عن التدريس. لذلك نحن عندنا كل الأمل أنه الكل على مسؤوليتهم رح يتجاوبوا مع هذه الدعوة، وإن شاء الله العطاءات اللي تقدمت معروفة صارت وحكينا فيها كتير وفي قبول جزئي لإلها. طبعا هي منا ترضي الجميع لأنه بالحقيقة ضغط المعيشة وضغط الأزمة كتير كبير، ولكن عنا أمل أنه هيدي نعتبرها خطوة وسنتابع نحن معهم كمان تحصيل مزيد من الحقوق لهم. هل تم هناك أي اتصال مع روابط التعليم إن كان الثانوي أو القطاعين العام والخاص بعد الجلسة للوقوف عند ردة الفعل ومعطياتهم من خلال القرارات التي أقرها مجلس؟ طبعا نحن شركاء وبالتالي الخطوط دائما مفتوحة والحوار قائم نحن وياهم. أنا بحترم كتير الموقف اللي أخذوه البعض، ولكن كمان في عنا مسؤولية مشتركة عم نتشاور فيها لحتى ما يضيع على التلاميذ أكثر ما ضاع. طيب الامتحانات الرسمية هو الشغل الشاغل والهم الأكبر بالنسبة للعديد من الطلاب وحتى أولياء أمورهم اليوم، إن كان شهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، خصوصا أن وصلنا بشهر شباط وأصبحنا شوي عم نقرب أكثر من الوقت الذي يتم فيه هذه الامتحانات، شو هو الجو العام بالنسبة لإله؟ لذلك الإصرار بالعودة إلى التدريس، لأنه التعليم الخاص صار مشهل بمناهجه بينما التعليم الرسمي مقصر بهالموضوع، وما فينا نوصل إلى شهر حزيران والوضع أن يبقى مستمرا على هذا النحو. لذلك يعني نحن كتير عم نشد هلق بعودة التلاميذ لحتى نقدر نعمل الامتحانات الرسمية في الوقت، لأنه من حق التلميذ في المدرسة الخاصة أيضا إذا أنهى منهاجه أنه يتوجه بتقديم الامتحانات الرسمية ويأخذ شهادته. هذا أمر بعتقده أنا وطني، مسؤولية تربوية مشتركة رح نشتغل عليها، وإن شاء الله أنه بحزيران يكونوا كل التلاميذ في العام وفي الرسمي وفي الخاص يقدروا يقدموا تتاح لهم هذه الفرصة بشكل. يعني اليوم هذه بمثابة دعوة من قبلك لجميع المدرسين تحديدا في القطاع العام للعودة إلى الدراسة لاستكمال المناهج. نحن عندي أمل كتير كبير، بكرة بتعرف
في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري، فإذا في عطلة رسمية أعلنتها رئاسة الحكومة. بعد بكرة نحن كلنا أمل بأنه نستأنف العام الدراسي بشكل طبيعي. شكرا لك معالي وزير التربية عباس الحلبي. إذن كلارا، كان هذا ما حصل خلال الاجتماع مع تكتل اللقاء الديمقراطي وآخر المعطيات في الشأن التربوي، إن كان على الساحة القطاع العام أو حتى القطاع الخاص. أكيد يوم غد هو يوم عطلة رسمية بحسب ما أعلن الوزير الحلبي منذ بعض الوقت، وبالتالي منذ بعد غد ستبدأ الاتصالات مجددا للعودة إلى التعليم بشكل طبيعي، خصوصا في المدارس الرسمية. كلارا، نعم، شكرا لك محمد.